النمساوية يوجد جبل أخير يعلو فوق الأفق. من قمة الهرم يهبط المشهد إلى الأسفل حيث الأخاديد الواسعة التي تغطي جوانبها عباءة من الأخشاب البدائية كعالم سري وسحري. وتخفي الوديان المشجرة شلالات من المياه الشفافة كالبلور. على مدى قرون وجدت ثروة حيوانية برية ملاذا آمنا لها هنا، وهي تزداد غنى سنة بعد سنة. وعلى مر الأزمنة قلما تدخل الإنسان في هذه المنطقة الوعرة، تاركا البرية سليمة في محيط أوتشر عملاق النمسا اللطيف. لشهور لا نهاية لها جمدت لعنة الشتاء الحياة في جبال الألب الشرقية، ولكن أخيرا ها هو الربيع في طريقه حتى على هذه المنحدرات المظللة. الدليل الأول آثار أقدام على الثلج. إنه منتصف شهر نيسان إبريل، شهر التزاوج لأكثر طيور جبال الألب بهرجة. بألوان قوس قزح البراقة يخرق ريشها لون الشتاء الأحادي الطويل. سنة بعد سنة تتجمع ذكور ديك الخلنج في مجموعات تقليدية. قريبا ستنضم إليها الدجاجات لتحط في وسط المسرح، وهي لحظة لا يود أي ذكر تفويتها. لا يزال صقيع الليلة الضبابية يتلألأ على ريشها حتى تدفئه الشمس. إنها تنتظر الدجاجات بفارغ الصبر ولا أثر لها حتى الآن. عين واحدة تراقب باستمرار بحثاً عن جمهور أنثوي، بينما العين الأخرى تبحث عن منافسين. يلتقي نحو 12 ذكراً في المجموعة، والمواجهة بينها تتبع تقليداً محدداً. في البداية هناك التهديدات، عرض القوة والعظمة، ومن ثم يأتي اختبار نتف الريش والمهارة. غالباً ما يكون هذا كل ما يلزم لتحديد الأدوار. ليس الهدف أن يقتل أحدها الآخر، فالأمر يتمحور حول حياة جديدة. إنه عرض لجذب الإناث. هذه المنطقة رغم أنها في قلب أوروبا إلا أنها نائية. فيينا وميونخ أقرب مدينتين، تبعدان 400 كيلومتر. وفي منتصف الطريق يقع جبل أوتشر محاطا بموجة فوق موجة من التلال الشجرية، كما أن قمته هي جزيرة صخرية في بحر من الخضرة. لا مسار مروري مهما يقطع هذه البرية. ولهذا هنا لا يزال الليل ليلا. في ليلة لا قمر فيها يمكن رؤية درب التبانة ومجرة أندروميدا وضباب ذراع الجبار
وهي تحوم في مدار القمة. إن الزوار الآتين من المدن الملوثة بالضوء لا يمكن إلا أن يفاجأوا بهذا الفضاء المتألق. وإذا ما بقوا قليلاً بعد الفجر فسوف يرون المزيد من المفاجآت. هذا هو المكان المناسب للقاء البرية. أنثى ثعلب ماء صغيرة تجول في الجبل باحثة عن منطقة لها، وهي تعبر الغابات الكثيفة ومسارات الجبل العالية. فهناك الكثير من المساحات المائية، وهي بمثابة الجنة لثعلب الماء. ليس لثعلب الماء فقط، فمن البرية البعيدة والواسعة تقترب الضفادع من مواقع بيضها. في هذا الفصل تقتلها السيارات العابرة في كل مكان بالآلاف، أما هنا فالحيوانات البرمائية بأمان. في بحيرات الغابات في محيط أوتشر تحضر مئات الآلاف سوياً، وعبر القارة أماكن كهذه باتت نادرة الآن. أعداد الذكور تفوق الإناث، فإن عثرت على واحدة تمسك بها جيداً، ولكن تأكد من أنها أنثى أولاً. إن التمتع بالجاذبية قد يؤدي إلى حتف الأنثى. وإذا ما أصبح العاشق انتهازياً جداً، فمن الأفضل لها أن تهرب نحو العمق. تطلق الضفادع بيضها في خيوط شفافة تعلقها بأوراق نباتات الماء. وبينما ينزلق الخيط المحمل بالبيوض من الأنثى، يقوم شريكها بتلقيحها في الماء، ويحمل خيط واحد يبلغ طوله 3 إلى 4 أمتار نحو 5000 بيضة. سرعان ما تدفئ شمس نيسان إبريل المياه الضحلة والمظلمة والسبخية. لدى ورود الميلاد والغار 4 أسابيع من الشمس قبل أن تغطي أوراق الأشجار بظلالها أرض الغابة. عند هذا الرافد من نهر أوتشر يجد ثعلب الماء واديا غير مأهول. توجد فقط 4 أسماك كبيرة هنا، فالكثير من المياه قد تم تحويلها إلى محطة طاقة، غير أن آلاف الضفادع تعوض عنها. تهرب الضفادع إلى داخل المياه بشكل غريزي، لكن المياه هي المكان المناسب لثعالب الماء أيضاً.
حتى 20 سنة مضت، كانت ثعالب الماء مهددة بالانقراض، ولكنها الآن عادت إلى أعدادها الطبيعية. يطالب الصيادون بوقف منع الصيد، ويعتبرون ثعالب الماء هي السبب في قلة وجود الأسماك. عند سفح أوتشر شكلت المياه عالما فريدا، أعظم متاهة من الأخاديد في جبال الألب. إن المياه المتدفقة من الثلوج التي تغطي المرتفعات قد حفرت أخاديد عميقة في الصخور. وخلال ذوبان الثلوج يملأ خرير وهدير المياه أرجاء الوديان. شلالات لا تعد ولا تحصى تتدفق في النهر الذي في الأسفل. سنة بعد سنة وألفية تلو ألفية يحفر النهر أخاديد وشقوقا أكثر عمقا في الصخور، ليخلق مساكن جديدة للحياة المائية. طائر واحد يبدو على توافق تام مع النهر، طائر الدنكلة. إنه يصطاد يرقات الحشرات، فهو نظريا يطير في الماء بنفس السهولة التي يفعل بها ذلك في الهواء، وهو يعبر حتى التيارات القوية. كل ما تناله الفراخ هو الوجبات السريعة. والتي تقدم على مراحل لا متناهية. من دون أي وقت للراحة، يواصل الطائر تنقله بين الماء والهواء. فهو يحلق صعودا ونزولا لأمتار على طول المجرى، ويكتشف كامل منطقته. يبنى العش دائما فوق المياه بعيدا عن متناول الحيوانات المفترسة، وكلما كان مجرى النهر واسعا كان ذلك أفضل. حتى في الأماكن التي اختفت منها الأنهار والبحيرات بقيت المساحات المائية، فمعظم المستنقعات هي بقايا لبحيرات سابقة. ومياه المستنقعات فقيرة بالغذاء، لذا تحاول آكلة الحشرات هذه أن تلتقط طعامها من الهواء. العنبية الحادة وعشبة القطن من بقايا العصر الجليدي التي يمكن إيجادها فقط هنا وفي سيبيريا البعيدة. اليعسوب، تطفي عشرات الأصناف منه البريق والأناقة على المشهد. لكن ليس كل السكان مرئيون لهذه الدرجة، فهناك أفاع في العشب. أفاع العشب تلتقي على أطراف المستنقع كي تتزاوج. تجذب الأنثى الواحدة عدة ذكور.
وعلى خلاف غيرها من الأفاعي الشمالية السامة التي تشاركها هذا المسكن، لا يوجد أي عداء بين الذكور، فقط القليل من التنافس على الموقع. إن اهتزازات الذكر تثير الأنثى. وكل ذكر يحاول أن يكون أول من يتحد معها. ما إن ينجح ذكر واحد في ذلك، تنسحب الأنثى، وهي تسحب معها الشريك المختار. الغابات البرية الواسعة تمتد من أوتشير في كل الاتجاهات. والعديد من سكان الغابات يجدون ملاذاً هنا. يمكن إيجاد نقار الخشب الأوراسي ذي الثلاثة أصابع في الغابة القديمة فقط. هذا الطائر يعتمد على الخشب اليابس الذي هو مسكن العديد من الحشرات. في عش محفور داخل جذع شجرة قديم، يتم إطعام الفراخ لثلاثة أسابيع إلى أن تصبح جاهزة للطيران. وسوف تأخذها رحلتها الأولى نحو عالم محفوف بالمخاطر. لكن لا يجب الخوف من الوشق، فالقطط الكبيرة مثله تفضل فريسة أكبر كالشموة أو الغزال. لقد أدى الصيد إلى اختفاء الوشق كليا في النمسا، ولكنه يعود الآن تدريجيا من الشرق عبر الممرات الخضراء كغابات أوتشير. عندما يفوز الوشق بفريسة كبيرة فإنه يخبئها ويعود إليها بانتظام إلى أن يستنفدها بشكل كامل. الزمن لوحده يمكن أن يخبرنا ما إن كان هذا القط الجميل سيحصل على فرصة ثانية هنا. الوشق صياد مذهل، ولكن تأثيره على النظام البيئي صغير مقارنة بالقوة العملاقة التي تعمل في الغابة. فغابات أوتشير هي مسكن لعشرات من فصائل النمل. تشكل نملة الخشب مستعمرات تضم الواحدة منها ما يصل إلى نصف مليون نملة. في الغابات الطبيعية تعد تلالها الكبيرة بقبابها المميزة ظاهرة رائعة. ونمل الخشب صياد شره، سواء أكان للفراشات أم اليرقات أم الخنافس، لا شيء يفلت من بين فكيه. إن قوتها البدنية مبهرة، إذ يمكن لنملة الخشب أن تحمل وزناً يفوق وزنها بستين مرة. عشرات آلاف الفرائس من الحشرات يتم سحبها داخل كل مستعمرة خلال أشهر الصيف. ولكن حتى هذه الحشرات المحاربة تقع ضحية أعداء أقوى. لقد تركت الضفادع مناطق بيوضها خلفها منذ زمن طويل. وهي تتغذى على النمل المنتشر. نظام غذائي رتيب وهادئ.
لكن الخنافس الكبيرة تشكل وجبة أثقل. أربع أو خمس من هذه وتكون حاجات النهار قد لبيت. الغابات في محيط أوتشر لا تغذي الحياة البرية فقط، بل الاقتصاد المحلي أيضا. لقد وفرت غابات الألب مصدر رزق لأجيال. ومنذ وقت ليس بالطويل جدا استخدم الحطابون فؤوسهم هنا، أما اليوم فيتطلب الأمر رجلا واحدا وآلة واحدة فقط. فخلال أسبوع واحد يكون 1000 متر مكعب من الخشب جاهزا للنقل. كانت الأخشاب هي أول ما جذب الناس إلى هذه الأرض، اللوحات الجدارية في منول قس محلي تعطي فكرة عن صناعة الأخشاب منذ قرنين. في ذلك الوقت كسب آلاف الأشخاص رزقهم في الغابة. معظم هذا بات من التاريخ الآن، أما اليوم فالفحم مطلوب من أجل ملايين حفلات الشواء في الحدائق. عندما تتكدس الأخشاب الطازجة في الفرن تغطى بطبقة من غبار الفحم للتضييق على الهواء. يجب ألا تحترق الأخشاب بسرعة، بل يجب أن تختنق بالدخان ببطء. لذا ما إن يشتعل الفرن تكون التهوية الحساسة أمرا حاسما. هذه مهارة قديمة وقد توارثتها الأجيال. وبعد مرور أسبوعين يكون الفحم جاهزاً. هذا المنتج المصنوع يدوياً أفضل من أي نوع يمكن إنجازه صناعياً. إنه الصيف في وديان أوتشر. على مدى عدة أسابيع معتدلة تكون الحياة سهلة حتى هنا. ولكن بالنسبة إلى البعض هذه أكثر الفترات عملاً خلال السنة، فعلى طائر الدنكلة أن يواصل الصيد من الفجر وحتى المغيب. هذا فرخ طائر، واحد من ثلاثة طيور تركت العش وهي مجموعة شرهة. إنها لا تشبع وهي تبقي الوالدين مشغولين. لا تحصل الطيور الأكبر حجماً على استراحة طيلة اليوم. سوف تواصل إطعام فراخها على مدى 3 أو 4 أسابيع أخرى، وبعدها تترك الصغار بمفردها. في الصيف لا تكون المناطق المائية ملكا لطائر الدنكلة وحده. فأنهار جبال الألب هذه ليست هادئة فعليا.
حتى أوائل القرن العشرين كان أصحاب ناقلات الخشب التقليدية يخاطرون بحياتهم وهم يجرون أطنان الأخشاب. في تلك الأيام قبل الطرقات والشاحنات كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإخراج الخشب من تلك المنطقة. وحتى الآن ما زالت بعض المناطق الخلفية في أوتشر مستعصية على الوصول. يخبي أوتشر غابة سرية لم تبتر فيها شجرة يوماً، عالماً بدائياً يقبع تحت مظلة من الأشجار القديمة العملاقة. في هذا المكان المظلم والعفن تغذي جذوع الأشجار الساقطة والمغطى بالطحالب مجموعة من الكائنات الحية. الحزازيات النادرة والأشنة والفطريات والعديد من اللفقريات والثدييات الصغيرة كلها تنمو فيما يسمى بالخشب الميت، عالم صامت من العجائب غير المرئية. بجانب هذه الغابة القديمة تأسست محمية برية تتمتع بحماية القانون، تبلغ مساحتها 3500 هكتار ويمنع دخول البشر. هذه البرية لن يمسها أحد. لقد أصبحت المحمية مسرحاً لعودة مدهشة، فمنذ عقود انقرض طائر جارح نادر في النمسا، بومة الأورال. لكن هذا الطائر النادر قد عاد الآن بمساعدة صغيرة من أصدقائه. لعدة سنوات كانت تتم تربيتها في الأسر قبل إطلاقها في هذه الغابة، والآن ها هي تتكاثر من جديد في البرية. في عمر الأربعة أسابيع تغادر الطيور صغيرة عشها بينما لا تزال غير قادرة على الطيران. لكن الوالدين يبقيانها تحت المراقبة، هذا هو أكثر الأوقات هشاشة بالنسبة إلى طيور المستقبل. ولشهرين آخرين يحتاج هؤلاء المشاة الصغار إلى رعاية من أهلهم. تبدو الحظوظ جيدة لبومة الأورال بفضل هذا المسكن المثالي والمسالم. الغابات المحيطة بأوتشر تحتضن العديد من الأسرار، فتحت الأشجار المتشابكة يختبئ المدخل نحو عالم تحت الأرض. هذه المغارة الطبيعية العمودية على عمق نحو 50 متراً هي مكان للظلام. وخلال بضعة أيام فقط في الصيف تخترق أشعة الشمس هذا العالم الغامض بضوء مبهم. ومع تحرك الشمس يعود الظلام 365 يوماً أخرى.
ذروة الصيف. لعدة أسابيع يكون أوتشر خالياً كلياً من الثلج. يظهر الجبل الآن جانبه المعتدل. في محيط القمة تجد قطعان الشاموال المراعي الخضراء. في أوائل شهر تموز يوليو تكون الصغيرة منها قوية كفاية للتجول مع أمهاتها، وفي بعض الأحيان تجتمع عشرات الأمهات والصغار في روضة واحدة كبيرة. حتى في المراعي المزدحمة يكون المزاج مسالماً، وتتكفل إشارات ضمنية بتحديد المناطق الفردية، قد يكون كافياً أن تظهر جزءاً من خاصرتك. تتعلم الصغار أيضاً كيف تحدد موقعها في القطيع. إن هرمها التراتبي قد تم تحديده سلفاً. كما أن أيام الصيف المعتدلة تجذب قطعاناً أخرى أيضاً. بضعة أماكن فقط في منطقة أوتشر خالية طبيعياً من الغابات، فمعظم مراعي ومروج الجبال هي من صنع البشر الذين قاموا بتفريغ الأراضي من الأشجار على مر القرون. لكن العصر الذهبي لتربية الحيوانات بات من التاريخ. فقط بضعة مراع صيفية ما زالت قيد الاستعمال. في هذه الأرض الوعرة على راعي المواشي أن يقوم بدوريات يومية في هذه المراعي لكي يعد أبقاره. كما أن الأبقار تعتمد عليه، فهي تحب الأطعمة اللذيذة التي يقدمها لها، مزيج من المعادن والفيتامينات. قد يقوم راعي مواشي وحيد برعاية عدة مئات من الحيوانات من مزارع مختلفة. وبما أن لكل منها علامة، يمكن للراعي أن يتفقد علامات الأذنين. فصل الصيف قصير، ليس فقط على القمة. فالبحيرات أيضاً لا تعرف الصيف إلا بضعة أسابيع فقط. إنها تتغذى من جداول الجبل الباردة، فموجة الحر لا تدفئ سوى السطح. بحيرات أوتشر هي جنة الأسماك. عشرات الآلاف من أسماك الروش البري والرد وأسماك الفرخ. إن أهم رافد لأكبر بحيرة هو عرض لمشهد سنوي رائع. فالمياه الباردة والغنية بالأكسجين إضافة للحصى النهرية تجعل من هذا المكان الموقع المثالي لكي تضع سمكة فريدة بيضها. فهنا تتجمع أسراب كبيرة من أسماك المنوى من أجل التزاوج. في الأماكن الأخرى باتت أسماك المنوى نادرة، ولكن العديد منها جاهزة للسباحة لأعلى النهر من البحيرة. في طريقها إلى موقع البيض تثير الأسماك بعضها البعض، فهي تحتاج إلى أسراب ضخمة كي تكون في المزاج الملائم.
بعد مرور عدة ساعات تكون الإناث جاهزة، وهي تطلق بيضها بين الحصى حيث يلقحه الذكور. وما إن ينتهي الأمر حتى تعود أسماك المنوى إلى البحيرة. أواخر آب أغسطس، ها هي أول سحب الصباح تعلن نهاية الصيف. بحلول هذا الوقت تكون أنثى ثعلب الماء هذه قد استكشفت كل زاوية من منطقتها الجديدة، كما يمكن أن تجد شريكا لها هنا. ليس بالضبط حبا من النظرة الأولى، إنه فقط مصلحة متبادلة حذرة. يمكن لثعالب الماء أن تتزاوج في أي وقت في السنة طالما كانت الأنثى جاهزة. تنظيف المتبادل علامة جيدة. وأخيرا يختفي الاثنان تحت الخميلة. مع نهاية الصيف تبدو الغابات فارغة وتفتقر للحياة، لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك، ففي كل مكان تبحث الأعين المتيقظة عن علامات الحياة. صقر الباز طائر مثالي في الغابة، وعيناه لا تفوتان أدنى حركة. لا يوجد نقص في الفرائس، لكن التحدي يكمن في عنصر المفاجأة. إنها معركة حواس بين الحيوان المفترس وفريسته. ويكون دفاع الدجاجة البنية الوحيد هو ردة فعلها السريعة جداً. يغير الخريف الغابات، ما إن تتساقط أوراق الصيف حتى تتمكن أشعة الشمس من الوصول إلى أرض الغابة من جديد. يحمل الضباب أولى بوادر الثلج، لا يزعج الصمت وقع أقدام أو صوت بشري. الحياة البرية تملك الجبل لها وحدها. اقتراب الشتاء يجلب الحركة إلى المنحدرات الصخرية. إنه موسم التزاوج لدى الشاموة. تطارد الذكور بعضها البعض بعدائية لحماية منطقتها. يمكن للثلج أن يستمر في التساقط عدة أيام ليخفف من حدة أطراف الجبل. حتى بالنسبة إلى الشمواء القوي، حان الوقت لمغادرة المرتفعات. في الأسفل بين الأخاديد لا يكون الشتاء بتلك القساوة،
ولكن هناك خطر من نوع آخر. مراراً وتكراراً تتدفق الانهيارات الثلجية مهددة بجرف الحيوانات نحو الأعماق. الحذر مطلوب، وهذا ليس سهلاً خلال موسم التزاوج. قد يكون الوعل قد نجح في احتلال الأرض، لكن الفوز بأنثى هو أمر آخر. ما الذي يجعل الذكر جذاباً بالنسبة إلى أنثى؟ لا أحد يعلم. الإناث انتقائية جداً، لذا إن قالت لا فهذا يعني لا. من الصعب تقبل ذلك، ولكن لا يمكن عمل أي شيء. يحول فصل الشتاء أوتشر إلى بلاد سحرية. ويخنق الثلج همسات النهر. ليبقى فقط صوت طائر الدنكلة يرن بشكل حاد وواضح. ولا يهم طول وقت سقوط الثلوج، فطالما أن النهر يجري لا يتوقف طائر الدنكلة. يتغذى النهر في أسفل الوادي من منابع في عمق الجبل، لذا لا يتجمد أبداً. ورغم عدم وجود نقص في الغذاء، يبدو الشتاء محبطاً قليلاً بالنسبة لطائر الدنكلة. يشير خط من آثار الأقدام في الثلج على وجود صياد خفي. الوشق. إنه ذكر صغير مهاجر من الشرق يبحث عن شريكة. يوجد الكثير من الطرائد هنا، وهي تبدو مثيرة للشهية. تغطي ذكور الوشق مسافات واسعة، لذا فإن مناطق فردية بمساحة 400 كيلومتر مربع ليست أمراً غير اعتيادي. كما أن منطقة كل ذكر تتقاطع مع مناطق عدة إناث. وعلامات الروائح تخبره عن الإناث الجاهزة للتزاوج. في منتصف الشتاء تبدو قمة أوتشر مكانا عدائيا ومنعزلا. ولكن حتى في هذه الأوقات هناك حياة هنا في الأعلى. الترمجان. هذه الطيور غير المرئية تقريبا هي نادرة كالوشق. على المنحدرات المشمسة في أعالي جبال الألب الوسطى بعيدا نحو الغرب، تشعر طيور الترمجان أنها في موطنها.
هذا الطرف الشمالي من الألب بعواصفه القطبية المتجمدة أقل جاذبية حتى بالنسبة لهذه الطيور القطبية. إنها لا تأتي إلى هنا كل عام، فقط حين تكون جبال الألب الوسطى مزدحمة جدا تقوم مجموعات صغيرة منها بزيارة هذه القمة المعزولة. الترمجان هو سيد التخفي. على مر الفصول يتغير ريشه باستمرار لكي يتأقلم مع محيطه. إن تغيير الريش هذا ناتج عن التغيير في طول النهار. حين تغمر أولى أشعة شمس الربيع قمة أوتشر بضوئها الدافئ، تبدأ دورة حياة جديدة في حياة الجبل. من جديد سوف تنحت مياه الثلوج الذائبة الصخور لتشكل مساكن جديدة للنباتات والحياة البرية. ومرة أخرى ستملأ ثعالب الماء وأسماك المنوى وطيور الدنكلة جداول الجبل بالحياة. في الغابة القديمة يبدو الزمن وكأنه قد توقف. إنه مشهد يعود لآلاف السنوات. من عالم مخفي غني بالأسرار والمفاجآت. حتى يومنا هذا ما زال العملاق اللطيف حارسا لبرية سرية في جزء من الجنة لا يجب أن يضيع.